المهم وصلك في بوكس، امورك تمام؟ ايه وصلني، شكرا. ما تقصر. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا يوم مقطعنا راح يكون وراح ادخل سكواد عشوائي وربح شخص 1000 في بوكس. كيف راح اربحه اياها؟ بساله سؤال واول واحد بالسكواد بجاوب هو الشخص اللي راح يفوز معاي ب 1000 في بوكس، وبنهايه المقطع راح يكون معانا مسابقه على 1000 في بوكس. طبعا قبل بدايه مقطعنا يا شباب، اتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع ومو مشترك بالقناه اتمنى انه يشترك فيها وفعل زر الجرس، واتمنى اقدام المقطع بلايك. طبعا لا تنسون انكم تستخدموا كود الايتم شوب YZYZET وتحفظوا عنكم في الايتم شوب. طبعا انا محتاج يطلع لي عرب، مع انه البنك عندي على اوروبا كويس، فبحط ميدل ايست غصب عني حتى يطلع لي عرب. الو. هلا هلا. هلا فيك، من وين انت؟ من عمان. من عمان. حياك الله. الله يحييك. هي اعرفك اعرفك. مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. هلا. انا هني قد سمعت صوتك. ان شاء الله اول مره ادخل مع مشهور. اي يا زيد يتيد، بسالكم سؤال انتو ثلاث، اي اول واحد يجاوب له 10 في بوكس، تمام؟ دقيقه بس الف في بوكس اكيد هو ولا لا؟ اي انا تمام. ولد زيد. هلا هلا هلا. عرفتك والله. انا اسالكم سؤال، حضرتوا اخر 5 مقاطع من قناتي ولا لا؟ ايه والله. شوف شرح. انا ما تابعت الا وقت تحدي. انا تابعت صد والله. لا انا اعرف بلنج بس اعرف صوتك ولا اعرف احد اسمه يزيد اللي تشوفه من الاخر يعني. ها ما اعرفه والله كفو. طيب اسمع اسمع. نزلت مقطع قبل 5 ايام كيف تجيب في بوكس، وكنت شارح موقع اسم موقع. السؤال هو شو بتعرف عن موقع اونو؟ سعادتكم كثير. شو بتعرف عن موقع اونو؟ لا مو الاونو اللعبة الشدة، لا موقع اسمه اونو، شو بتعرفوا عنه؟ موقع يبيع ستور تابات اشياء نفس كذا. هو ما يبيع، له فكرة الناس تستخدمه حتى تجيب يا يزيد. هلا. هو تجمع اتوقع نقاط. لا هذاك شنق بنق اللي قال جمع نقاط. صح صح صح، جمع نقاط. موقع اونو يا شباب موقع تجميع نقاط، وشرحته قبل اسبوع بقناتي. شو اقول لكم؟ تعزموا بعض الثلاثه وتكتبوا علي صح ولا لا؟ صح. شو لا والله. شو يوزرك انت اللي جاوبت؟ انا افز. افز شرطه. افز شرطه. اوكي يا عيال ارجعوني يا عيال، ما قطوني يا رجال. فحاليا خويك طبعا فاز ب 1000 في بوكس، كان في سؤال وجواب. هو مو رابط حسابه بابك. يب فبيعطيك اياه. افتح حسابك ايبك جيم انت على الجوال او بي سي هسه مبدئيا. طبعا شباب عندي حاليا 15000 نقطة، بقدر اشتري 1000 بوكس لانه سعره 15. فلما تحط رديم بطلب منك ايميل، مو شرط تحط ايميل اللعبة، حط اي ايميل بدك اياه. ايميل تقدر تفتحه لو ايميل مو مهم، المهم انك تقدر تفتحه مو شرط ايميل لعبة. فبحط ايميل انا، تأكد الايميل صح، لانه لو خربطت بالايميل الروبوت ببعثها للايميل غلط. تأكد ايميلك صح وتقدر تفتحه. اي بروسس تمت في نجاح. هسه ممكن انا تصلني بساعة ساعتين او اكثر، ممكن تصلني بسرعة، في ناس ممكن تصلهم بعد 10 ساعات حسب الموقع كيف. وطبعا شباب وصلني اشعار على الجوال انه وصلني الايميل، مثل ما تشوفوا قدامكم موقع اونو تيم بعث لي الكود، هذا هو الكود. فبعطيه وبحطه عنده بالموقع وبيجي 1000 في بوكس. يب دخل كود. طيب هاي الكود بعثته لاخويك، اللي يعطيك اياه. هاي بالشات. كيف شكرا ما تقصروا حبيبي والله الله يسعدك. المهم بتفوت على الجوال تشتري اي سكن، خلاص يصير عندك السكن عشان ما يضلوش الفي بوكس محشور عندك بالجوال، اصرفه يعني. المهم وصلك الفي بوكس، امورك تمام؟ يب وصلني حبيبي، يعطيك الف عافية. ايه وصلني شكرا ما تقصر حبايبي والله. الله يسعدكم. يلا سلام. موفق. الله يسعدك. سلام. وننتقل يا شباب لموضوع المسابقه، راح تكون كمان قلت لكم اول 1000 بوكس بنفوزها لواحد عشوائي بالسكوادات، وال1000 بوكس الثاني راح اسوي عليها مسابقه صغيره بالتعليقات. طالما مطلوب منك انت كمشاهد وحاب تشارك على ال1000 بوكس
يعني قد ما بتقدر تعلق علق. المهم ضمن تعليقاتك اكتب حسابك على انستغرام، لو تعلق 1000 تعليق بكيفك. الشرط الثاني انك تنشر المقطع مع 5 اصدقاء على اقليه، هذا المقطع بتشاركه لخمسه اصدقاء اقل اشي او اكثر بكيفك. هيك انت بتكون دخلت السحب على 1000 في بوكس من موقع اونو. السحب راح يكون ان شاء الله خلال 3 ايام في انستغرام، فطبعا بحط لك رابط انستغرامي بالوصف. بما انه جاني اسئله كثير بس عملت مره مقطع على موقع اونو، فمقطعنا اليوم راح يكون توضيح للنقاط اللي ما فهمتوها. فالتسجيل بالموقع مثل ما قلت لكم، شلت الفيس كام عشان تشوفه، تكتب اسمك الاول، يوزرك، ايميلك هون مره، ومره ثانيه ايميلك، باسورد، وبعدين تحط الكود اللي بيكون في الوصف، او بتقدر تفوت عن طريق جيميل اسهل لك يعني. طب انا عندي ايميل فبعمل تسجيل دخول، انت عندك ايميل عمل تسجيل دخول، ما عندك انشئ واحد. فهمتوا كيف نظام الاشتراك او تسجيل الاشتراك في الموقع؟ نظام دعوة الاصدقاء مثل ما قلت لكم هون، بيطلع لك رابط انت خاص فيك ونهايته كود، هذا هو الكود. كل واحد دخل على الموقع عن طريق رابطك وسجل في الموقع عن طريق رابطك بصير انت تاخذ منه نقاط، سواء سوى عروض بتاخذ نقاط، سواء سجل بالموقع بتاخذ نقاط، فانت هيك مستفيد. رابطك ظلك انشره للناس، كل ما واحد سجل بالموقع عن طريق رابطك بيجيك نقاط، ولما يعمل عروض بيجيك نقاط. طيب الاشي المهم الثاني اللي هي النقاط اللي هون، توضيح لها سريع. الايزي بونت يا شباب بدنا نشوفه كيف قدامكم. انا قلت لكم بالمقطع الماضي اي اشي بيطلب منك رقم جوالك لا تحطه، ونفس الاشي هون، اذا اشي طلب منك رقم جوالك لا تحطه. دور على الاشياء اللي زي هيك، كاستل كلاش ها، بقول لك نزل اللعبه هون، وعندك كمان برنامج الفي بي ان بتنزله بعطوك 16 نقطه. حلو، انا ما راح انزل بس وظيفتي اوريكم كيف. عندك في بي ان فولت، عندك اشياء كثير تقدر تنزلها بعطوك عليها نقاط، فينجر بلنت لوجن مثل هاي البصمه، هاي الاشياء سهله وبتاخذ عليها نقاط. هون النقاط اكثر بس انه بدهم رقم جوال، اتوقع مو الكل بدهم رقم جوال كانه هالواتساب. هاي عندك نيو بونت، نقاط جديده، كاستل كلاش بقول لك نزلها واربع 15 نقطه. بدك تكمل التاسك، المهمات اللي بتكون على الشاشه يعني، بتربح 120 نقطه وهكذا. هذا بتخص العاب وتطبيقات نفس القابل بس هون بشكل اوضح. لو نكبس عليها مثلا شايفين كيف، بقول لك تنزيل افتحها بعدين طالب نقاطك كل سهوله. فتقدر تفتح هذا الموقع من جوالك او من البي سي، يفضل من جوالك لانه اغلب التطبيقات بتحتاج جوال حتى تنزلهم. الجولد بونت يا شباب مواقع لازم تسجل فيها، بقول لك بعد ما تسجل مثلا تربح 500 نقطه. هاي مواقع بس انك بتسجل فيها تحط ايميلك فيها وبتسجل مثلا، اي مش شرط ايميلك اصلي، اي ايميل ثاني مثلا عادي سجل فيها مثلا من ايميل ثاني مو مهم يعني، وبعطوك النقاط. عندك واتش اد ايرن، هاي مهمة جدا وجاني عليها حكي كثير. يا يزيد لما تخلص الفيديوهات شو نعمل؟ الموقع هو كل ساعات بجدد الفيديوهات، اتوقع على طول بجددهم يعني. تبدا فيديوهات مثلا بدك فيديو مثلا شاهد، تكبس على النقاط مثلا، بتشغل الفيديو، طلع لك هون وقت، ولازم تعمل لايك للفيديو وتشترك بالقناة، ومعك مثلا 4 دقائق، خليه يشغل 4 دقائق، بعد 4 دقائق بتخلص بتكبس على هاي، بيطلع لك كبس انك انت تسحب نقاطك. رديم يعني او كلايم يور بونت، فبيجوك نقاطك. اخر خيار اللي هو يا شباب سكراتش اند اير، هذا الخيار بس كل عليك تعمل هيك تمسح ويطلع لك جائزتك 400 نقطة. اعمل كلايم، قبل تاخذها في عرض لازم تعمله. شو العرض؟ شايفين كيف؟ هذا العرض، بدك تخلص العرض مثلا انك تلعب اللعبة هاي سولدر جمب مثلا تلعبها بعدين بعطوك نقاطك وهكذا. فهمتوا علي كيف؟ ولما تجمع نقاط عدد معين وحاب تشتري مثلا بتروح على الرديم، بيطلع لك هون مثلا معلومات عن الفي بوكس، مثلا بدك هاي بتكبس عليها بيطلع لك انه تحط ايميل. انا بالمقطع اللي قبل خربطته قلت لازم ايميل اللعبه، لا مو شرط ايميل اللعبه، لان بالنسبه للناس اللي بتقول لا ما احط ايميلي، ما حد قال لك حط ايميل اللعبه، عادي حط اي ايميل، حط اي ايميل مو مهم، بس المهم انك تقدر تفتح الجيميل تاعه حتى تصلك البريد من موقع اونو. فبس تيجي تشتري حط اي ايميل بدك اياه، مو شرط ايميل اللعبه، المهم تقدر تفتحه. فهيك شباب بكون شرحت لكم كيف الموقع مره ثانيه، فاتمنى من كل واحد فيكم استفاد من المقطع انه ينشر بكل مكان حتى الكل يستفيد. واتمنى اذا كنتوا جديد في القناه انكم تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس، ولا تنسوا انكم تستخدموا كود الايتم شوب YZYZET. وبس شباب ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامه.